السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 25/11/2023 في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2023/2024. قبل ما أبدأ أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. انا مش هبطل ادعي لهم في كل فيديو يا جماعه، ولو نسيت ارجوك تقولوا في التعليقات انت نسيت تدعي لاخواتك في فلسطين. عملوا هدنه، وقفوا الحرب خالص، مش هبطل لحد من الكيان الصهيوني القذر يبطل ضرب فيهم خالص، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعين الكرام، اليوم هو اليوم الثاني في الجولة الاولى من دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد 2023/2024. سيمبا التنزاني تعادل امام اسيك ميموزا، معرفش هو منين، 1-1. بيترو اتلتيكو فاز على الهلال السوداني 1-0، احرز الهدف ايناسيو ميغيل في الدقيقه 37. الترجي الرياضي التونسي فاز على النجم الساحلي التونسي، الاثنين من بلد واحده، عادي جدا، 2-0، احرز دفاعي الترجي يان ميديرو ساس في الدقيقه 60 وياسين مرياح في الدقيقه 64 ضربه جزاء. النادي الاهلي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في حاجات في مواقع بيبقى في حاجات قذره كده، فاعذرني لو ظهرت صوره ولا اي حاجه، اكيد انا مش قاصد، اكيد اقسم بربي ما قصد ان صوره زي دي تظهر، ولكن الموقع قذر، وللاسف الموقع القذر ده هو اصدق موقع في النتائج مع الاسف. الاهلي فاز على ميديا 3-0، احرز الاهداف محمود كهربا في الدقيقه 66، اسيست امام عاشور، الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقه 75، والهدف الثالث عن طريق صلاح محسن في الدقيقه 88، اسيست محمد مجدي قفشه. طيب عندنا الوداد خسر من جالاكسي، استغفر الله رب واتوب اليك، خسر من جالاكسي 0-1، وللاسف الوداد خسر على ملعبه، احرز الهدف سافانج سيسيني. وخليني اقول لك ان جالاكسي ده كان المصنف الاضعف في مجموعه الوداد اصلا، متعرفش اللي الكلام ده حصل، ده حصل ازاي. طيب بالنسبه للمباريات السابقه، بدات الجوله يوم الجمعه 24/11/2023، بيراميدز فاز على مازيمبي 1-0، احرز هدف فيجيري لاكاي في الدقيقه 54، وشباب بلوزداد الجزائري فاز على يونغ افريكانز التنزاني، انا اسف قلت على الجنوب افريقي وانا بقول مواعيد المباريات، هو تنزاني، احرز الاهداف لشباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقه 10، عبد الرحمن ميزيان في الدقيقه الثانيه من نقطه الضعف في الشوط الاول، والهدف الثالث عن طريق لامين جالو في الدقيقه 94. خلينا نتعرف الآن على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. غدا مستمرة معانا المباريات بإذن الله تعالى، أعتقد فاضل مباراة سان داونز غدا الساعة 3 عصرا بإذن الله تعالى. المجموعة إيه؟ الأولى تضم بيراميدز المركز الأول 3 نقاط، سان داونز لسه ملعبش المركز الثاني بدون نقاط، نوازيبو الموريتاني المركز الثاني لسه ملعبش هيلعب مع سان داونز غدا، ومازيمبي الكونغولي المركز الرابع الأخير بدون نقاط خسر. المجموعة بي تانية تضم جالاكسي، معرفش منين، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، سهل ان اعرف على فكره، ولكن انا اللي ايه يعني مش مهتم بصراحه، وسهل ان اعرف ازاي اهو باختصار الوقت والاجراءات، يعني لو دخلنا هنا كده طلعنا فوق شويه هتلاقي جالاكسي ده منين، من بوتسوانا، بس خلصان. جالاكسي في المركز الاول 3 نقاط، سيمبا التنزاني المركز الثاني نقطه، اسيك ميموزا، بالمره نشوف اسيك ميموزا، اسيك ميموزا من ساحل العاج من كوت ديفوار، المركز الثاني مكرر نقطة، والوداد الرياضي البيضاوي المغربي المركز الرابع الأخير بدون نقاط. لا الصراحة مجموعة الوداد يعني سيمبا كان قوي، كان بيلعب الأهلي وشفناه، وجالاكسي معرفش بس واضح إن هو قوي يعني كسب الوداد على ملعب الوداد يعني منتظر إيه. المجموعة سي التالتة تضم الترجي الرياضي التونسي، والوداد مش فريق سهل يا جماعة، خلينا واضحين، ده كان في النهائي أصلا في البطولة الجديدة بتاع دوري السوبر الأفريقي دي، كان وصل للنهائي ولعب سان داونز وخسر فرق واحد أساسا يعني، فاهم قصدي؟ مجموعة سي التالتة تضم الترجي الرياضي التونسي المركز الأول 3 نقاط، بيترو أتلتيكو ال ده أنجولي ده ولا كونغولي؟ أنجولي أعتقد، بيترو أتلتيكو أنجولي المركز الثاني 3 نقاط، الهلال السوداني المركز الثالث بدون نقاط، نجم الساحلي التونسي المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة دي الرابعة تضم النادي الأهلي المركز الأول 3 نقاط، شباب بلوزداد الجزائري المركز الأول مكرر 3 نقاط، هما الاتنين كسبوا نفس النتيجة. ميدياما ده سنغالي أعتقد، ميدياما غاني، آسف غاني، مركز ثالث بدون نقاط، وينغ افريكانز التنزاني المركز الرابع الثالث مكرر والاخير بدون نقاط ايضا. طب خلينا نتعرف بقى على ترتيب الهدافين. في المركز الاول مصطفى فتحي لاعب بيراميدز سجل 4 اهداف، هتقول لي ازاي 4؟ ده لسه اول ماتش وكسب 1-0،
هقول لك ترتيب الهدافين بيجي هنا من دور التمهيدي، دور ال 32 او ممكن ال 64 كمان. مصطفى فتحي لاعب بيراميدز سجل 4 اهداف، المركز الثاني حسين الشحات لاعب الاهلي 3 اهداف، ومحمود كهربا لاعب الاهلي، واندي بويلي لاعب باور او ده فريق اصلا خرج. وخلينا نقول كليمنت ميزيز لاعب لغة افريكان سجل 6 اهداف ايضا، وسيرجي بوكو لاعب اسك موموزا، وسابانج لاعب جالاكسي وبس. وكده بعد كده المركز واللاعب وامبا لاعب شباب بلوزات الجزائر. بعد كده اكتر من لاعب سجلوا هدفين. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، بعتذر لو اطلت عليكم. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.